إننا في الحقيقة إذا اقتنعنا بالسطحيات لا دين ولا دنيا، لا وجهنا أنفسنا ولا وجهنا غيرنا، وإنما حشونا أذهان غيرنا بأشياء غير صحيحة وبأشياء تنافي جلال الله وجلال أنبيائه، وهذا يحتاج إلى التعب إلى النصب. نحن كنا في كربلاء نباحث مع جماعة من الأصدقاء مصابيح الأنوار في حل مشكلات الأخبار للسيد عبد الله الشبر، 3 مجلدات أو 4 مجلدات هذا الكتاب، بحثنا بحث في الحقيقة هذا الكتاب، وأن يوصل الأصدقاء بمطالعة هذا الكتاب ومباحثة هذا الكتاب وأكثر من المباحثة، يحتاج إلى الدراسة، لأنه يحل المشكلات في الأخبار. أحيانا الإنسان يسمع فوق المنبر صديق يقرأ أحاديث الطينة ويفسر أحاديث الطينة بأنها هي التي توجه الإنسان، وإذا كانت الطينة هي التي توجه الإنسان فما فضل المؤمن وما ذنب المجرم؟ هذه الأحاديث كلها لها جمع، لأن حضارة وراء هذه الأحاديث، حضارة لنا نحن المسلمين، حضارة علمية وحضارة عملية. الحضارة العلمية عبارة عن هذه الجمهرة الهائلة من الروايات، فلتكن أنت بناء وليكن الفقيه بناء وليكن الخطيب بناء ومهندسا، يعرف ماذا يضع في أين يضع. أحيان كثير الفقهاء يجدون الرواية فيها فقرات يقولون هذه الفقرة غير صحيحة، هل 3 فقرات صحيحة؟ مو هالفقرة مو صحيحة، هذا هو معنى البناء، لأن البناء يجب أن يأخذ من هنا وهنا 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 حتى يبني مدرسة رائعة، فلا لا يكون بناء. نحن بحاجة إلى هذا الشيء، وهذا الشيء يحتاج إلى التعب في الحقيقة. يعني أنت تريد مطالعة تنزيه الأنبياء أو مصابيح الأنوار في حل مشكلات الأخبار أو البيانات، في الحقيقة بيانات ملا محسن الفيض في كتابه الوافي وفي كتابه الصافي أصفى من الذهب، يعني قمة الفهم. وكذلك المجلس عنده بيانات في بعض الروايات، يقول بيان أشياء جميلة، حل لمشكلات، فهم لخصوصيات، جمع لكلمات، بناء مجمله بناء.